مشوشه، واهلا وسهلا بيكم، نورتوني. بصوا، الالوان الجديده هي الالوان اللي بتليق على الوش، مفيش حاجه اسمها الوان جديده. بس كل اللي احنا لازم نقوله ان الالوان الجديده الالوان الترابيه، اللي هي خارجه من الاحمرات، خارجه من الالوان اللي فيها نحاسي، ما بقتش موضه الالوان دي. الالوان الجديده كلها الالوان الترابيه، اللي هي الرمادي، الجراي، الصندري، اللو لايت على الصندري، هي دي الموضه، هي دي موضه الالوان. طبعا مع الجديد الالوان الجديده اللي هي الكالر ديزاين الفاشن دي، اللي هي الالوان المترقعه الفانتازيا دي، الازرق الازرق والموف والاخضر والفوشيا، حاجات نازله جديده ان شاء الله. دي كمان هيبقى شكلها حلو قوي على الناس. كل يعني احنا كمان لسه ما عملناهاش، بس في الاخر خالص الناس كلها عملتها بره، فان شاء الله تبقى هنا، تبقى تليق على الناس يا رب ان شاء الله. هي الموضه بتتحكم على الوش وعلى وعلى طبيعه شكل الوش، هو ده اللي بيحكم. مفيش حاجه اسمها موضه، الموضه هي اللي بتليق على وشك. والالوان اللي هي المترقعه دي ليها برضو ناسها، يعني مش هينفع مثلا تبقى واحده كبيره في السن وعامل لها لون مترقع كده، لازم تبقى واحده سنها وتكون في الجامعه، تكون شغلتها مناسبه ان تعمل لها اللون ده، فنانه مثلا كده. انما مش هينفع يبقى اي حد تعمله نفس الالوان دي. انما طبعا كل واحده ليها موضتها، موضتها اللي بتليق على وشها. بصي، طبعا تسريحات الشعر دي برضو ليها حاجه معينه، برضو مش لازم تبقى الموضوع كل حاجه ليها سيستم. يعني هي تسريحات الشعر بتاعت الصبح، هو طبعا الشعر بيبقى سايب مثلا حسب اللي برضو رايحه شغلها، بتبقى عامله كوجيفال في شعرها، ده الحصان، يعني حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. طبعا طبعا حاجات السواريد طبعا برضو حسب الفستان، بيفرق معناه قوي، بيفرق شكل الفستان، بيفرق شكل الوش. هل الوش طويل مش هينفع نلم قوي، هل الوش مدور فمثلا نلم عليه فيبقى لايق على وشها. فبرضو موضوع التسريحات ده برضو حسب ما بيليق. يعني انا مش هينفع اعمل تسريحه شعر الا لما اشوف الفستان واشوف شكلها عامل ازاي وهل تليق على وشها ولا لا وكده. انا اهم نصيحه اقولها، اولا للشعر المسبوخ، دي اول حاجه. الشعر المسبوخ يا جماعه يعني في حاجات كده كتير في حياتنا، شامبو انواع غريبه وانواع كتير. احنا انا بتكلم على الحاجات اللي فيها شعر مسبوخ دي، لازم نجي لها شامبو للشعر المسبوخ. والحاجات اللي هي الناس ما تقتنعش بحاجه اسمها شامبو دهني للشعر الدهني والكلام ده، الشعر الدهني ليه شامبو للدهني، الشعر المسبوغ ليه فيه شامبو للشعر المسبوغ. ايه تاني؟ الشعر اللي عامل كرياتين فيه شامبو للكرياتين. يعني لازم يبقى كل حاجه، عشان كل حاجه يبقى التفاعل بتاعها ماشي ماشي صح. ما يبقاش احنا بنعمل حاجه ويعني وتبقى عكسها في نفس الوقت بنعمل عكسها. وحاجه ثانيه انا عايز اقول للناس، اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه عدم غسيل الشعر كتير. الميه اكتر حاجه بتبهدل الشعر، اكتر حاجه بتبهدل الشعر. لازم ندي فرصه للشعر ان هو يطلع منه دهون نستفاد بيها. الدهون دي اكتر حاجه بتفيد الشعر، مش الدهون بتاعت السيرم والدهون الزيوت الطبيعيه بتاعت الشعر، الحاجات اللي بتخرجها الشعر دي اكتر حاجه بتفيد الشعر. فاحنا دايما لازم مش كل يوم نغسل شعرنا، مرتين في الاسبوع، مره في الاسبوع. وانا بعمل مثلا تريتمنت علاج للشعر، فاغسل شعري مره في الاسبوع عشان ادي له فرصه يعالج. انما مش طول الوقت غسيل، دي اكتر حاجه بتبهدل الشعر. موضوع الصبغه ده يا جماعه دي مراحل. الصبغه كلنا لازم فاهمين ان كل الصبغات فيها كيماويات، لان لو ما فيهاش كيماويات مش هتتفاعل. فاحنا لازم طول الوقت لازم بعد حمام، بعد ده من الصبغه، حمامات كريم معينه بعد برضو للشعر المسبوغ، اي تريتمنت تشوف ايه معالج ينفع للشعر المسبوغ. شايف اطراف شعرك طويله ما تخافيش عليها، القص هو اكتر حاجه بتريحها، مش فكره ان انا اسيب شعري طويل وفرحانه ان هو شعره طويل بس هو يعني ملوش اي لازمه في الشعر. لا، الشعر الطويل الشعر اللي هو السليم الصحي، اللي هو ما فيهوش تقصيف، ما فيهوش تجاعيد، الحاجات دي كلها دي حاجات مهمه. القص ده علاج الشعر المقصف، احنا مش بنالف ولا بنقول اي كلام. بص، احنا في ركن المحجبات ده، موضوع المحجبات ده موضوع اصلا مش هينفع اقول، مش هينفع اقول للناس ما تلبسيش حجاب. يعني في الاخر خالص ده الحجاب ده حاجه كلنا الشريعه يعني ما نقدرش نتكلم فيها. بس حاجه ثانيه انا بتكلم، الست المحجبه تحاول على قد ما تقدر، تحاول على قد ما تقدر اما تيجي تروح تفك الحجاب وما تسيبش شعرها مكتوم طول الوقت، تحاول تفكه. هو يعني لازم يشم هواء، لازم يتفتح، لازم تغير اتجاهات تسريحه شعرها عشان ما يتنحلش. مثلا لو بتسرح شعرها لورا تغيره المره الجايه بجنب، المره الجايه بالجنب الثاني، عشان ما ياخدش شكل معين، لان الحجاب طول الوقت مقفول، فهو الشكل اللي انت بترسم عليه شعرك هو اللي بيثبت عليه. النصايح ان هي برضو دايما تمشي مع اي تريتمنت برضو لعلاج شعرها برضو فجاه بيقع، يبقى تروح مثلا للدكتور، لان الشعر اللي بيقع ده ملوش علاقه بالكوافير، الشعر اللي بيقع ده علاقه بالدكتور. الكوافير علاقته بالشعر، شعرها ناشفه، شعرها مقصفه، شعرها فيها معرفش ايه عايز تتقص، شعرها فيها هلكان عن طريق صبغه. انما الشعر اللي بيقع ده ليه علاقه بالدكتور مش الكوافير. ميرسي ليكم، ميرسي ليكم، انتوا نورتوني، ميرسي قوي.